السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي أعزائي، مرحبا بكم على قناتكم سيغي سيغ لو جاتو. اليوم جبت لكم وصفة لا تقاوم، وصفة التشيز كيك بالشوفان. وصفة صحية، مش نقولوا صحية، ماهيش بنينة صدقوني، روعة 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 في البنة، خطيرة 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 كما البسبوسة. نتمنى أنكم تجربوا وصفة اليوم وتعطوني أراكم. وصفة جد جد سهلة وبسيطة ومكونات متواجدة في كل بيت. بخليكم مع الطريقة والمقادير. بسم الله وعلى بركة الله نبداو حبايبي. القاعدة متاعنا تاع تشيز كيك اليوم قاعدة صحية. عوضت هنايا البسكوي بالشوفان، رقائق الشوفان او الخرطال كما تشوفوا، يعطينا قرمشة بنينة بنينة للغاية. عندي هنايا ملعقة اكل من السكر، انا هنايا خذيت هذا سكر نباتي فريكتوس، تقدر تعوضوه بملعقة اكل من السكر البني، ملعقة اكل من العسل الابيض، وملعقة الويل دو كوكو او زيت جوز الهند، ملعقة اكل كذلك. نستسمح منكم في المقادير ما قلت لكمش، كذلك ربع ملعقة قهوة تبزعت من القرفة. هاوليكم عودت واحدة اخرى. دونك هنا نحط الشوفان، بسم الله، القرفة، السكر، هنا ناخذ ملعقة ونضيف الويل دو كوكو او زيت جوز الهند. كان ما عندكمش الويل دو كوكو ديروا معليش ديروا مغرفة تاع زبدة، مي هو بالويل دو كوكو يجي صحي اكثر. نضيف شوية اخرى، راح نضيف ملعقة عسل ابيض، واختياري انا راح نضيف ملعقة زنجبيل بودر. صدقوني قاعدة التشيز كيك هذه روعة روعة، تجي شوفان يعطينا قرمشة واو. انا نحب الحاجة كروكونت، وابار القرمشة كذلك يجي بنين، صدقوني والله بنين للغاية. فوالا هكا، اما باش نخلط بداية دقيقة بقى. هنايا ملعقة، ربع ملعقة زنجبيل، تقدر تستغنوا عليها كما تحبوهوش. وندخل كامل المقادير الكل في بعضهم هكا، نحكم مليح. الويل دو كوكو مع الشوفان واو واو واو، بنين بنين متصدقوش قديش. سي بوغ سا نحبذ صحي، هو صحي الويل دو كوكو، مي كذلك يعطي بنا خير من الزبدة، سورتو هكا في طبق حلو. يعني تشيز كيك هو طبق حلو ديسير، قدموه مع لي فروي. هنا كيما تشوفوا دخلوا المكونات كامل في بعضهم. هنا يا بنات جبت المول تاع كوب كيك تاعي، ونبدا نعمره هكا يجو تاس. فوالا هكا، ونضغط عليه هكا ظهر الملعقة، نحاول كيما راكم تشوفوا هكا. نتمنى راكم تشوفوا مليح هكا، ونضغط عليه بظهر الملعقة. حاجة سهلة سهلة سهلة، وصدقوني ما تاخوش وقت، وبنينة وصحية. وكيما نقولوا انا نقول غير كي لي بغاج اليمونتير ولا ريجيم ماهوش حرمان، راه يلزمكم تاكلوا الحاجة اللي تحبوها، طيبوها اكثر صحية وتتمتعوا، مش حرمان برك، حرمان حرمان لا، بالعكس انا قاعدة نعمل في غير كي لي بغاج اليمونتير، والحمد لله قاعدة نشوف في نتيجة. هاكم تشوفوا قاعدة نوع ناكل حتى في الحلو، ناكل بون، ناكل كونتيتي مش كبيرة، مي ما نحرمش روحي. اذا كنت تحبوا نعمل لكم نهار كامل، اون جورني دون مون اسيت، قولوا لي في الكومونتير، نعمل لكم افيك بليزير، ما ثم حتى مشكل. بون كامل نعبيهم كاملين ونرجع.
كما تشوفوا القاعدة تشيز كيك تاعي حاضرة، نحطها على جنب ونمر نحضروا لاباري اللي هي متكونة من عصير حبة قارص أو حامض، ملعقة أكل من النشاء. هنا عندي 200 غرام من الجبن خالي الدسم 0% ماتيغ غراس 200 غرام، أنا خذيت هذا. ثم عنا حبة ياوخت بوزن 125 غرام كذلك خالية من الدسم، حبة بيض، ربع كوب من العسل الأبيض، وبشور حبة برتقال. هنايا في البول متاعي نحط الجبن أو الجبن، تقدروا تستعملوا جبن كريمي، ومع حبة الياوخت، ونخلطهم مع بعضهم حتى لين يتجانسوا مليح، متحصل على إن كريم ليس. ثم نضيف العسل وعصير القارص أو عصير الليمون والنشاء، ملعقة أكل، ونخلط المكونات الكل مع بعضهم حتى لين يتجانسوا. عملية سهلة وبسيطة ومتطلبش وقت، يعني تشيز كيك هذا تقدروا تحضروه في حوالي 8 دقائق. ومن بعد نضيف في الآخر حبة البيض وبشور البرتقال، ونخلطهم كامل مع بعضهم، ولا باري تشيز كيك تاعي حضرت. بطبيعة الحال نرجع للقاعدة متاعنا، نضيفه فوق لاباري متاع تشيز كيك خالية الجبن والياوغت اللي حضرناه مع بعضنا. دونك انا نضيف حوالي ملعقتين اكل في كل مول، كيما تشوفوا يكفي ويوافي كيما نقولوا. بطبيعة الحال سبق لي وسخنت الفرن تاعي على 180 درجة، مهم جدا لبنات الفرن يزمو يسخن من قبل. انا الفرن تاعي الكتريك يخدم من فوق ومن تحت، دونك ندخله حوالي 40 دقيقة ونرجع لكم. كما تشوفوا البنات طاب تشيز كيك، دونك هنا يخليه يبرد على الاخر ومن بعد ندخله للثلاجة لمدة ساعتين على الاقل. بطبيعة الحال كل واحدة وذوقها في التزيين وكل واحدة واختيارها. انا هنا اخترت نزينه بقليل من الفخوي غوش الغلال او فواكه الحمراء كما تشوفوا، وعندي كذلك مربى خالي الدسم وخالي من السكر خدمته انا في الدار زينته به من فوق، وزدت عليها حبة فرنبواز كما تشوفوا. فرانشمون يشهي 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 وبنين، صدقوني جربوه وما تندموش. وصفتنا لليوم كانت سهلة مهلة كما تشوفون، نتمنى انها تعجبكم وتنال رضاكم. نتمنى ديروا لايك للفيديو وتبارتجيوها وتشتركوا في قناة سوري سور لو غاتو. الى هنا دمتم في رعاية الله وحفظه.